أهلا بك عزيزي المشاهد في هذه الرسالة التي ننقلها لكم من تلفزيون دولة الكويت للاجتماع التحضيري 20 والذي يقوم به وكلاء الثقافة بدول مجلس التعاون للاجتماع التحضيري 20 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون. ابقوا معنا في هذه الرسالة، سنستعرض أبرز القضايا الثقافية وما يهم الشأن الخليجي في هذا الجانب. نلتقي اليوم نتدارس معا في مجموعة من القضايا التي انتهت منها أمس اللجنة الثقافية العامة، ولعل في مقدمة ما سوف نتحدث عن اليوم خطة الأنشطة الثقافية لعام 2015-2016 بما تضمنه من أنشطة متعددة ومتنوعة. كما تعلمون جميعا أهمية التعاون العمل المشترك ما بين دول مجلس التعاون الخليج الموحد، وهنالك بعض المقترحات التي ربما أدخلت جديدة وهي بالتأكيد تزيد من عملنا الخليجي المشترك وتوضح بعض الجوانب إنجاز التعبير القاصرة التي لم نستطع إنجازها في خلال الفترات الماضية. أود أن أقول بأن الساحة الثقافية الخليجية بشكل خاص تتطلع إليكم أصحاب السعادة وإلى اجتماعاتكم واجتماعات أصحاب المعالي الوزراء لأن نحقق شيئا على الأرض، بأن يشعر المثقف ويشعر المتابع للعمل الثقافي والأنشطة الثقافية في دول مجلس التعاون بأن هنالك نشاطا خليجيا مشتركا قادرا على الوصول إلى كل مدينة وإلى كل دولة من دولنا الخليجية الست. كما أن نشاطنا الخليجي المشترك على مستوى أو على الصعيد الخارجي هذا أمر ينبغي أن نتوقف أمامه بإسهاب، وأظن بأنه آن الأوان لأن نقف أمام هذا العمل الخليجي المشترك على المستوى الخارجي، خاصة في ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة ويعيشها العالم بشكل عام، الأوضاع الخطيرة والمتواترة والمتسارعة جدا والتي أثرت علينا واهتزت كثير من إيمان بعض شبابنا، الأمر الذي يحتم وجود الثقافة ورسوخها بشكل جيد وكذلك إيصال ثقافتنا وتغيير الصور النمطية التي أخذت عن الثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي وعن الثقافة العربية بشكل عام. وأكرر ما كان يقول أستاذ بلال بدور أنه لا يليق بنا وكلاء للثقافة أو مسؤولين للثقافة والثقافة تقوم على اللغة العربية أن نخرج محاضرنا بهذه الصورة التي لا تقبل من طالب في المرحلة المتوسطة. لهذا أؤكد على الإخوان المحررين الذين يشتغلون في تحرير هذه الخطابات ضرورة الاهتمام بالتحرير، يا جماعة الهمزات والتاء المربوطة والتاء المفتوحة والفاصلات والكلمات اللغوية كل هذه إن شاء الله بسيطة، ومع هذا نقع فيها بمحضر كبير يمثل جهات عليا للثقافة في بلادنا. أهلا بك عزيزي المشاهد، نلتقي بالمهندس علي اليوحى الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ورئيس الجلسة التحضيرية في اجتماع وكلاء الثقافة لدول مجلس التعاون للتحضير للاجتماع 20 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون. حياك الله معنا مهندس علي. الله يحييك، شرفتنا وسعداء في اللقاء فيك في هذه الرسالة التلفزيونية. حقيقة بدنا أن تطرح للسادة المستمعين أبرز والسادة المشاهدين أبرز ما يعني توصلت له من خلال هذا الاجتماع. شوف، يعني إحنا هذا اجتماع سنوي يعقد ما بين دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة استراتيجية المجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق الأنشطة والفعاليات، فيما يتعلق البنية التحتية الثقافية، فيما يتعلق تطوير العمل المشترك الثقافي على المستوى المحلي أو على المستوى يعني الإقليمي أو على المستوى الدولي عربيا كان أو أجنبيا.
فأنا أعتقد أنه يعني كثير من القضايا يعني هذه يعني من كثر ما تعاملنا والتنسيق القائم ما بين الدول على أرقى مستوى، أعتقد أن حققنا كثير من الإنجازات. ما هو مطروح جديد الآن على 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 الاجتماع الأخير هذا للوكلاء الثقافة لدول مجلس التعاون الخليجي هو موضوع مركز التعريب والترجمة والاهتمام باللغة العربية، وأنا أعتقد أن الإخوان في عمان قد قدموا ورقة جميلة فيما يتعلق بهذا المركز، وقدموا ورقة جميلة أيضا فيما يتعلق آلية العمل في هذا المركز، قدموا أيضا هيكل تنظيمي جميل مطلوب الآن مناقشته من دول مجلس التعاون الخليجي لإبداء الرأي النهائي حوله حتى يتم إقراره من خلال اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي. أيضا تطوير العمل المشترك ما بين الدول فيما يتعلق الفعاليات والأنشطة، أعتقد أن حققنا إنجاز كبير خلال الست سنوات الماضية. هناك يعني نشاطات مطلوب تنفيذها خلال برنامج 2015-2016 تم إقرارها. آلية العمل وتطوير العمل فيما يتعلق خاصة الاستراتيجية، يعني الاستراتيجية هي قررت سنة 2008 من خلال ندوة أقيمت في دولة الكويت، وهذه الاستراتيجية قررت على مستوى عالي رؤساء وملوك القمة الخليجية، وهذه الاستراتيجية قد مضى عليها سنوات. تتطلب هذه الاستراتيجية أن كل ثلاث سنوات مراجعتها، والسنة التاسعة مطلوب إعداد الاستراتيجية القادمة. أنا مضى على ست سنوات، في 2015 تم الإقرار والموافقة على مراجعة الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون الخليجي، وسوف يتم مناقشتها يعني في دولة قطر من خلال ندوة. قد رحبت دولة قطر بإقامة هذه الندوة لدعوة مجموعة من المفكرين المعنيين في وضع الاستراتيجيات الثقافية لمناقشتها وإقرارها، يعني لمراجعتها والتعديل على تطلب الأمر، وحتى تمهيدا للسنة التاسعة الأخيرة لتعديلها بما تتناسب مع ومواكبة التطور في الأعمال والفعاليات المشتركة والأنشطة التي تقام بين دول مجلس التعاون الخليجي. الأمانة العامة لدول مجلس التعاون عزيزي المشاهد لها دور كبير حقيقة في إدارة هذه الاجتماعات التحضيرية التي تقام في دولة الكويت، خاصة الاجتماع التحضيري لسعادة وكلاء الثقافة في دول مجلس التعاون العربية. لذلك يعني من الواجب علينا أن نسلط هذا الضوء حول دور الأمانة العامة لمجلس التعاون في إدارة مثل هذه النقاشات والحوارات، وعمل أيضا التواصل وتقريب وجهات النظر بين مختلف القطاعات الثقافية في هذه الدول الخليجية. يسعدني من خلال هذا اللقاء أن أرحب بضيفنا الكريم الأستاذ خالد بن سالم الغساني، الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية في الأمانة العامة لمجلس التعاون. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. حدثنا أستاذ خالد بن سالم الغساني حول دوركم في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في إدارة مثل هذه النقاشات، وأيضا تقريب وجهات النظر، ومن ثم التطبيق لهذه الرؤى والأفكار. شكرا جزيلا. الأمانة العامة هي عبارة عن الجهة التي تنسق بين الدول كافة القضايا في كافة المجالات، ونحن بصدد الحديث عن المجال الثقافي. قطاع الشؤون الثقافية والإعلامية يقوم بالتواصل فيما أقره أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة، وفيما أقرته أيضا الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون، بالتواصل مع الدول وتنسيق هذه المواقف والرؤى الخاصة بالفعاليات والبرامج الثقافية المشتركة، وبالتالي جمعها وإخراجها في الصورة النهائية لوضعها على جدول أعمال أصحاب سعادة الوكلاء أو أصحاب السمو والمعالي الوزراء. لذلك تستطيع أن تقول بأن الأمانة العامة هي الجهة المجمع لكل ما يصب في من نشاطات في إطار العمل الثقافي الخليجي المشترك، وهي أيضا الجهة التي تنسق بحيث تصل إلى الرؤية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي. في هذه القاعة يجتمع وكلاء الثقافة بدول مجلس التعاون لبحث هذا التاريخ الثقافي العريق الذي تعيشه منطقة الخليج من ساحل عمان وحتى الكويت.
منطقة الخليج فيها الكثير من الآثار والمباحث التاريخية والتراثية يتم استعراضها من خلال اجتماعات مختلفة تقام بين فترة وأخرى، وهذا الاجتماع من ضمن الاجتماعات التحضيرية التي تقام بين فترة وأخرى. عزيزي المشاهد، أهلا بك معنا في هذه الرسالة، وما زلنا متواصلين معاكم في الحديث حول الاجتماع التحضيري لوكلاء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سلطنة عمان قدمت ورقة أكثر من رائعة فيما يتعلق بالترجمة والتعريب، سيحدثنا عنها سعادة الشيخ حمد بن هلال المعمري وكيل وزارة التراث والثقافة للشؤون الثقافية في السلطنة العزيزة عمان. أهلا بك معنا. أهلا أخي العزيز، أولا شكرا لكم أنتم، جزاكم الله خير على أنكم يعني احتضنتونا وهذا اللقاء، لكن الشكر أوجهه للأخوة في بلد العزيز دولة الكويت الشقيقة على استضافتهم لهذا الاجتماع الجميل، وإن شاء الله يعني أنه هذا الاجتماع موفق ومبارك بوجود وجهود الأخوان. فالشكر للأخوة في المجلس الوطني على كل ما قدموا من تحضير وإعداد لهذا الاجتماع. في الدورة الفائتة بلدكم سلطنة عمان تقدمت بطلب استضافة المركز اللغات واللغة العربية والترجمة، والحمد لله قبل من قبل دول مجلس التعاون أن تستضيف سلطنة عمان هذا المركز، وطلب من سلطنة عمان أن تعد ورقة حول هيكلية المركز وحول الجانب المالي والإداري لهذا المركز، وتم موافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون في أغسطس الفائت بهذه الورقة على أساس أن تقدمها الأمانة العامة وترسلها للدول لكي تدرسها وتبدي ملاحظاتها على هذه الورقة، حتى أيضا احنا في سلطنة عمان نعيد قراءة ما تم الإفادة من قبل الأخوة الزملاء في دول المجلس والأمانة العامة، ثم نعكس هذه المقترحات والآراء في الورقة أو في التوصية. الآن طلبوا الأخوة تأجيل لدراسة دول المجلس لأن وصلتهم متأخرة لمدة شهر على سبيل المثال لدراستها، وثم موافاة الأمانة العامة. نحن حقيقة سعداء بكل الآراء التي طرحت والتي استمعنا إليها اليوم في هذا الاجتماع من قبل الزملاء وكلاء أصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة دول المجلس التعاون. هذه الآراء سوف نستفيد منها، سوف نعكسها في الورقة المقدمة، أيضا سوف نستقبل إن شاء الله خلال الفترة الزمنية القادمة كل الآراء التي تصلنا من دول مجلس التعاون. نحن سعداء في سلطنة عمان أن نستضيف مثل هذا المركز اللغة والترجمة والتعريب، لأنه هو المركز الخليجي الأول على سبيل المثال، لأنه هذا في ظل المنظومة الخليجية الواحدة. نعم، هو طبعا هذا اجتماع دوري يعقد في كل عام في دولة من دول مجلس التعاون، وتطرح فيه الكثير من الأمور التي تناقش في اجتماعات أصحاب السعادة سمو السعادة وزراء الثقافة. من الأمور المهمة حقيقة هو كان مسألة ترسيخ الهوية الخليجية والمواطنة الخليجية نظرا للظروف اللي تمر فيها المنطقة، ونظرا لكثير من التجاذبات الآن السياسية والاجتماعية بدأت الفكرة بأن تقوم الثقافة أو تستطيع الثقافة أن تقوم في وضع استراتيجية لترسيخ الهوية الخليجية وترسيخ المواطنة. أنا أعتقد هذا موضوع جدا مهم، وبالذات في هذه الفترة التي نمر فيها أو تمر فيها المنطقة العربية ككل. أيضا طبعا سيتم استعراض الرؤية الاستراتيجية والسياسات الثقافية التي وضعها أصحاب السمو وزراء الثقافة وترجمتها إلى برامج ثقافية تنفذها، يعني ممكن كيف يمكن تنفذ هذه السياسة. أيضا هناك كانت مناقشة لكثير من الأنشطة التي أقيمت وتقييمها،
وأيضا الأنشطة القادمة التي ستقام في دول مجلس التعاون على اختلاف المواقع. من خلال هذه الرسالة التلفزيونية التي قدمناها لحضراتكم بتلفزيون دولة الكويت، أردنا أن نسلط الضوء من شخصيات ساهمت بشكل مباشر في إعادة صياغة الأفكار لوضع ورقات العمل أمام طاولة وزراء الثقافة في دول الخليج العربية. انتظرونا في رسائل قادمة جديدة لتلفزيون دولة الكويت. حتى ذلك الموعد نترككم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.